تحية طيبة مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقاش مفتوح. وفي هذا العدد نتطرق بالنقاش والتحليل إلى مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ونطرح أكثر من تساؤل: هل فعلا بدأت الحملة الانتخابية قبل الأوان، أم أن ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي مجرد استعراض وتسخين للعضلات وفقط؟ وفي المقابل نتطرق في هذا النقاش إلى الإجراءات والضوابط التي تسير الحملة الانتخابية، ونطرح السؤال الجوهري: أين الناخب من هذا الحدث الانتخابي الكبير؟ ونثري النقاش بحضور ضيوفي في البلاتو: الدكتور محمد طيبي، الباحث والأستاذ في علم الاجتماع، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا، مساء الخير. ونرحب كذلك ببولنح كمال، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قسنطينة، مرحبا بك سيدي. نعم، بقسنطينة وأم البواك، مرحبا. شكرا، مبارك لك. ونرحب كذلك بالأستاذ رشيد لوراري، أستاذ القانون بجامعة الجزائر، أهلا وسهلا. ومشاهدي الكرام، قبل أن نثري النقاش لابد أن نستطلع المشهد السياسي الانتخابي في هذه الورقة مع الزميلة جويدة بادر. قبل أيام قليلة عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي، تضبط الترتيبات اللوجستية والتقنية وفق التواريخ المحددة. فبعد تحديد الرقم الوطني الموحد لقوائم الأحزاب وتكفل الإدارة منح قوائم المترشحين الأحرار الرمز الخاص بها في شكل حروف أبجدية، تستعد كل القوائم التي أعلنت مشاركتها على ضبط برنامج تجمعاتها الشعبية وخرجاتها الجوارية بشكل رسمي ودقيق، بالتزامن وعمليات القرعة الخاصة بتوزيع القاعات والأماكن العمومية التي ستحتضن تجمعات الحملة الانتخابية، على أن تنتهي عملية التحضير للانتخابات التشريعية يوم 5 أفريل الداخل بإجراء عملية القرعة الخاصة بالتوزيع الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية في كل انتخابات تحدد بأيام معينة وتكون لفائدة المترشحين وللتعريف وتحسين صورة المترشح لتلك الانتخابات، وكل مترشح يحاول تحسين صورته، هذا ما يسمى الماركتينغ السياسي. من خلال هذه الحملة احنا يكون فيه عدة برامج لكل منتخبين يقدموا أحسن ما عندهم وعروضهم بالنسبة لمشاريعهم المستقبلية خلال فترة الترشح نتاعهم، ويعطوا، ودائما رانا نشوفوا باللي راه كاين كل مترشح عنده دائما هناك منافسة مع المترشح الآخرين من أجل تقديم ما هو أحسن. أزيد من 23 مليون ناخب سيكون على موعد مع آلاف التجمعات التي ستنظمها الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا يوم 9 أفريل وتنتهي في 30 منها. حملة يقول المتتبعون أنها ستعتمد أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي كفضاءات يسعى من خلالها المترشحون إلى رفع حظوظهم للظفر بأصوات الناخبين في ظل الانتشار الواسع لهذه الفضاءات الافتراضية في أوساط الشباب. نشوفوا مثلا الفيسبوك، أصبح الآن أكثر من 15 مليون مستخدم الفيسبوك في الجزائر، هذه الهواتف النقالة، الهواتف الذكية، زائد فورية الانترنت وتدفق السريع، ساهم، وخاصة أن هذه المواقع، هذه الوسائط تستخدم من قبل الشباب، وبالتالي في الأحزاب تحاول أن تستقطب الشباب لا غنى عن 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 تجمعات وعن الالتقاء المباشر، ولكن ضرورة الطلب الآن الاتجاه إلى الوسائل الإلكترونية. نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو حتى عبر الدردشات ولا تويتر، أي جزء من هذه النقاط راه يسهل عليه التواصل والتوصل إلى الشعب وأكبر فئة. عملية الإعداد والتحضير للانتخابات التشريعية تشارف على الانتهاء بعدما جرت في جو من الشفافية والنزاهة في كل مراحلها، ولم يبقى سوى استمالة الناخب عبر برنامج انتخابي ثري وقوي، وهو ما ينتظر من الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية آخر مرحلة تسبق يوم الاقتراع. وقبل يوم الاقتراع وقبل الحملة الانتخابية
سيد طايبي، هل وأنتم المتتبعون للشأن الاجتماعي، هل فعلا انطلقت الحملة الانتخابية قبل أوانها؟ أي بصورة أخرى، ماذا نسمي هذه البوادر على شبكات التواصل الاجتماعي؟ الحملة الانتخابية طبعا هي حالة تنافسية على مستوى الفضاء السياسي، وبالضرورة فإنها ستستدعي اللاعبين وتستدعي الجمهور وتستدعي الرأي العام وتستدعي الأفكار، وبالتالي فالمسار التنافسي وأحيانا حتى المسار التهافتي للمرشحين سيحدث بالضرورة في الفضاء العام نوع من الديناميكية التي تترجم، وهذا هو المهم، تترجم الغايات من الترشح وتكشف عن بنية الطبقة السياسية، سواء التي تسير المشهد الانتخابي على المستوى البرامجي وسنعود إليها، أو أنها تدفع بالمترشحين أو الفرسان تاع الترشح، تدفع بهم إلى الساحة العامة وإلى الفضاء العام ليتفاعلوا أولا مع محيطهم، ليعرضوا ويستعرضوا. نعم، وكأنك الأستاذ طيبي لم تجبني على السؤال بطريقة محددة. أنا أردت في الواقع، ماذا نسمي ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي؟ التواصل الاجتماعي هذا فقط جزء من الحراك الاتصالي الذي يريدون أو يريد الفرسان في الترشح أن يوظفوه للوصول إلى الرأي العام. هذا لا يعني بالضرورة أن شبكات التواصل الاجتماعي التي تحرك الرأي العام بنسبة محددة على كل حال، لا يعني أنها هي العامل المحدد والوحيد، هذا ليس صحيحا. إنما التواصل الاجتماعي يمس الفئات الأكثر تعبيرا قبولا أو رفضا، وهي الشباب التي عندها إمكانية الوصول إلى هذا الفضاء، الفضاء الأزرق. إنما ليست الحملة الانتخابية في الجزائر لا يمكن أن نحصرها في هذا المجال. نعم، ولكن بصورة أخرى سيد بنح كمال، أستاذ في جامعة أم البواقي، هكذا ماذا نسمي، كيف نقيس حجم التواصل الاجتماعي في سيرورة المجتمع؟ ماذا يمثل الحجم الحقيقي لشبكات التواصل الاجتماعي؟ أو ماذا يؤثر، ما هي تأثيراته الاجتماعية في سيرورة مسار انتخابي مثلا؟ وأولا السلام عليكم وشكرا على الدعوة، وتحياتنا للمشاهدين اللي شاهدوا فينا. أولا في هذا الجانب، إذا كان نظرنا يعني من زاوية استغلال كل الوسائط الاجتماعية وكل الوسائل المتاحة بمفهوم الفرد أو المجتمع في هذا العصر اللي هو عصر الانترنت واليوتيوب والفيسبوك، ولا هو من حق أي إنسان، لأن هذا يعني المترشح هو سواء حزب أو مترشح جايب سلعة يروج، والسلعة هذه يحوس على كل يعني الظروف المتاحة ويروج لهذه السلعة ويحاول يعطيها بعد يعني أكبر عدد، يقيس أكبر عدد من المواطنين، وبالتالي فاستعمال هذه الوسيلة بهذا المفهوم فهي ممكنة. ولكن أنا كذلك رأيي ما أعتقدش، لأن راح يخلينا بعد في النقاش نتكلم على الحكومة الإلكترونية ومدى تفاعل الفرد مع هذه الوسائط، وكذلك علاقة المترشح مع البروفيل دي كانديداتو، وراح نتكلموا على الوسائل التقليديه. نعم، انا حتى اضبط هل هذه كافيه ام غير كافيه. انا اريد ان اضبط نقطه وهو الشكل القانوني، وهو اتوجه بالسؤال للاستاذ لوراري رشيد، هل يعتبر هذا خروقات ام مسيء للحمله قبل اوانها؟ ماذا نسمي هذا في القانون او في قانون الانتخابات العضويه؟ طيب شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه لابد وان نشير الى ان القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات اللي هو رقم 16-10 نظم هذه العملية أو اللي هي الحملة الانتخابية في المادة 173 منه، وين يقول باللي الحملة هذه تبدأ 25 يوم قبل تاريخ الاقتراع وتنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاقتراع. إذن قانونيا لم ندخل
لازلنا بعد لم ندخل في الحملة الانتخابية، وأن الحملة الانتخابية كما ورد في الروبورتاج لا تبدأ إلا يوم 9. نعم. هذا من الناحية القانونية. وبالتالي خليني نقول لك أنه كل ما يجري الآن في وسائل الاتصال الاجتماعية هي خارج الإطار إذا حبيت نقول القانوني. ولكن سؤال مطروح هو خاصة وربما هذا خليني نقول لك بلي هو نقص موجود في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يتعلق ب وإن كان من ناحية العملية من الصعب تنظيم هذه وسائل الاتصال الوسائط الاجتماعية شبكات الاتصال الاجتماعية المتعددة، خاصة وأن رواد هذه الشبكات هم فئة من الشباب في أغلبيتهم. كي نقول فئة من الشباب قد يكون سن الأغلبية لا يصل إلى سن 18 اللي هو سن الرشد الانتخابي أو القانوني عندنا. وبالتالي في تقديري كان على المشرع أثناء مراجعة لقانون الانتخابات أن ينتبه لهذا الجانب. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، مهما يكون من أمر المفروض عندنا ما يسمى بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. نعم. واللي من مسؤوليتها باش تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللي من حالها القانون في هذا المجال، على الأقل لتنبيه ماهوش لعقوبة لعقابة وكذا، وعلى الأقل لتنبيه من هذه الحملات هي في صالحهم، سواء كانوا أحزابا أو قوائم حرة. لأن إحنا نعرفوا كيفاش الأمور هي ماشية الآن، سواء كانوا أحزاب وكذا بوسائل معينة يتم الاتصال بمجموعة من الشباب، ويتم أيضا حتى يعني تمويله ماليا وكذا بغرض القيام بهذه الحملة المسبقة والتي هي خارج الآجال القانونية المحددة بالنسبة إليها. ربما هذه الممارسات هذه تخلي المشرع في المستقبل باش ينتبه في تقديري إلى مثل هذه الوضعيات، ليضع على الأقل جملة من الضوابط القانونية التي يمكن من خلالها معالجة مثل هذه الظواهر. ولكن مهما يكون أنا بالنسبة لي خليني نعبر عليها بهذه الكلمة هذه اللي بالدارجة هي عبارة عن تسخين. نعم كما قلنا تسخين للعضلات قبل للبندير لبداية الحملة الانتخابية. نعم. بشرط أن يتم التقيد من قبل القائمين بهذه العملية بالبرامج الحزبية للحملة الانتخابية وببرامج القوائم المتقلة، وأن لا تكون خارجة عن الإطار. نعم. وهذا هو صلب النقاش أستاذ لوراري، وهما نريد أن ندخل في درجة أخرى من التساؤل. نعم. في نفس النقطة. نعم. والحملة الانتخابية الرسمية المقننة لها ضوابطها بالقانون، أما التواصل الاجتماعي عن طريق الشبكات وتوزيع الأفكار وتوزيع الصور والرموز وكسب هذه مسألة مرتبطة بالتواصل الاجتماعي المتعلق هذا تقصد به يعني البرنامج الاعتيادي للحزب. وتعرف الكثير من البرنامج شيء آخر. البرنامج هو عندما يدخل المرشح إلى الفضاء العام ليكون في الحملة الانتخابية الرسمية التي تبدأ بيوم كذا وتنتهي بيوم كذا. أما الحملات الانتخابية من جانبها التواصل الاجتماعي فهي قد تبدأ سنة قبل، وكثير من الدول اللي فيها الحملة الانتخابية بدأ 6 شهور قبل. وهذا هو سؤالنا. وبالتالي هذا سؤالك. نعم. أنت اعتقادي أن الآن معيار العمل السياسي المرتبط بالحملة ومعيار العمل الاتصالي المرتبط بالحملة هو الآن يخضع إلى الفترة لما قبل الحملة. أما الحملة التي لها ضوابطها وتكون تحت المراقبة وتحت المجهر وقضية الوقت، هذه مسائل مقننة قانونيا. أما الآن نحن رأنا في المجتمع، ما رأناش في الحملة، يعني كيف المجتمع يتفاعل. حتى أنقلك من الحملة إلى المجتمع، المهم أنه توجد هناك درجة تأثير. أيوة. لا يستهان بها. أيوة. على شبكات التواصل الاجتماعي لا شك في ذلك. لكن كيف نوظف درجة هذه التأثير إيجابيا؟ أي بسؤال آخر، ماذا يريد المجتمع من الناخب؟ إذا سمحت لي معليش. نعم. لا برك باش نوضح حاجة. احنا متفقين بأنه خارج الحملة الانتخابية. أيوة. لكن هناك نقص تشريعي فيما يتعلق بهذا الموضوع هذا، لأنه الخوف من ماذا؟ أنه
هذه الحملات الجارية على مستوى وسائل الاتصال الاجتماعية، هي محركة، هي لصالح إما أحزاب أو قوائم. وأستاذ تقول بعض التقارير الإعلامية أن كثير من الأنظمة العالمية على مستوى دول عالمية أن هذا الشبكات التواصل الاجتماعي قبل أو بعد أو أثناء ساهمت بشكل كبير في تنافس رئاسي، تنافس برلماني. أي طبعا أوباما الذي هو أنتج الباراديغم دو لا كومونيكاسيون بوليتيك بها طلع، انما في مجتمع في الفتره الثانيه بشكل غريب اساسا هي اللي قلبت موازين القوى في على مستوى الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للنخل. لذلك انا واش نقول، انا مانيش ضدها وان كان الوقائع مختلفه. نعم اكيد مانيش ضدها وما نقدر، ولكن انا الشيء اللي نخاف منه برك هو لان هي ليست بريئه، خلينا نكونوا واضحين، هي السياسه كلها ليست بريئه، من ورائها المنافع والمصالح، المنافع والمصالح الخاصة بالأحزاب أو بالقوائم المستقلة. ولكن يجب أن نعمل على، لا أقول تأطير، ولكن على الأقل ضمان عدم انحرافها حتى لا تمس أخلاقياً. نعم أنا متفق معك، حتى لا تمس ثوابت، لا تمس بالقيم والمبادئ وكذا وكذا، لا تمس بمجموعة من الأسس المفصول فيها دستوريا وقانونيا. انا هذا هو التخوف تاعي. نعم، ونرجع للسؤال، خاصة يعني وأن الفئة اللي راهي قائمة بها هي فئة الشباب، لا زالت في تقديري بعد لا تدرك ربما بعض المخاطر التي قد تنجو معنا بعض الانحرافات التي قد تكون حتى بحسن نية. نعم أستاذ، والشباب من المجتمع الذي أردت أن أسأل، ماذا يريد المجتمع؟ صحيح. ماذا يرى المجتمع في الناخب؟ شوف هذا سؤال جوهري مرتبط أولا الفكر الانتخابي والتقاليد الانتخابية والمقاصد من الانتخاب. ماذا يريد المجتمع؟ المجتمع يريد أولا أن يرى دولة كمؤسسات تمثله أحسن تمثيل على مستوى الفعالية السياسية، ويريد من الذين يمثلونه أن يحملوا ما فيهم من رؤى ومن مثل ومن تطلع إلى ما ينقل المجتمع في عهدة ألف إلى عهدة باء، ينقله فيما يخص الاجتماع، فيما يخص التنمية، فيما يخص كثير من الأمور. وبالتالي كل مجتمع عنده تخيل للمنتخبين، ولهذا المجتمعات الباردة الأوروبية يرى في المنتخب يمثله في مصالح وفي مواقع وفي فعالية مؤسسية. احنا الآن في الجزائر، هنا اسمها بالانثروبولوجي الكتورال مش السوسيولوجي الكتورال، احنا الان ماذا يريد المجتمع الجزائري؟ ماذا يريد؟ يريد اولا حسب تصوري وقد اكون تقريبي في، يريدون اولا الرجل، اي الرجل النظيف، نظيف اليد، الرجل تستثني او المراه. نعم، الرجل او المراه، نكون واضحين. لا صحيح، الرجل او المراه اللي اولا يكون الجزائريين يحبوا كثير اللي يكون نقي، ويحبوا الانسان اللي يكون جريء في الدفاع عن المصالح بحق وليس متهور. أحيانا الجزائريين أيضا، وهذا ممكن تناقشوا عليها، الحملة الانتخابية لها تأثير ليس متجانس على مستوى التراب الوطني. فمثلا في المناطق الصحراوية تأثير الخطاب الانتخابي مرتبط بشكل كبير بمن يحمله وليس بمن بالحزب وليس بالحزب. في المدن الحزب هو الذي يحمل الأشخاص، الحزب يحمل الأشخاص. نعم، لكن في المدن تظهر الكفاءات والمقدرات نتاع المرشح يكون عندها وزن أكثر من غيرها. ضيف إلى ذلك أن الآن في البلد الصراع القيمي موجود بشكل كبير، لاحظتها مثلا مفهوم الرشوة التي دخل الساحة العامة وصار أداة مش حتى للبوريناكيزاسيون، مش لنتهم أحد، لكن الرشوة بدأت أداة صراع، واحد عندما يحب يدمر واحد يدير له خطاب مرتبط بالرشوة وبالفساد. وبالتالي نعم، هذا جزء من استراتيجيات والتكتيكات. نعم، الموجودة. لازم نكون حذرين جدا جدا من تدمير نخبنا السياسية. وبالتالي الآن المجتمع الجزائري يريد شيء كثير من المنتخبين. نعم، حتى نكون يعني واقعيين سي بولناح كمال، كيف نصنع الثقة؟ الأستاذ طيبي تكلم عن عموميات المجتمع، ماذا يريد في خصوصية الناخب، لكن الثقة مرات تصنع،
نصنعها، لأنه بفعل بعض الأشياء السلبية يفقدها المواطن، يفقدها الناخب، كيف نصنعها أو استعادتها من جديد؟ بطبيعة الحال هو كما تفضل الأستاذ، أنا بالنسبة لي يعني هذا كرأي شخصي، بالنسبة للوسائط، لأن قارنا بين أمريكا وأوباما وإدارة الحملة الانتخابية في مجتمع تختلف على على على، لأنه ما عندما التواصل والحكومة الإلكترونية هذه قدمت وشبكة قوية وعندهم المؤسسات قوية إلى آخره، فأصبحت هذه الوسائط أو لم يجوز في حياتهم يعني في حياتهم اليومية، وبالتالي عندما تجي الانتخابات ولا هي داخله في حياتهم تدخل عندنا فيديو، احنا عندنا لا تريبي نعم. فبالتالي الجانب هذا يبقى عنده تأثير، ولكن بالنسبه لي انا ضئيل، لان هو من حيث الامكانيات، شكون الساع، شكون اللي ياخذوا في الوسائط هذو؟ اولا الشباب، اذا كان ناخذنا الشباب، هل الشباب راهو منتخب ولا ما ينتخبش؟ هل قانع ولا ما قانعش؟ هل متحزب ولا متحزب؟ هذا سؤال يعني مطروح. هل عمل اتصالي أم هواية اتصالية؟ كما هو فقط من أجل يعني الأخبار أو تتبع الأخبار والإطلاع ولا أكثر، ولكن الغوص في برامج وتحليل وشغلي مطروحة ما زلنا مع الوقت، لأن ثانياً قضية كما تفضل الأستاذ من ناحية السوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا، الإثنولوجي، تروح تدرس المجتمع، درك هو شوف الفئة اللي تنتخب هي الكبيرة، درك الكبيرة الكبيرة من حيث ما من حيث السن، من حيث هذا الجانب الأول. الجانب الثاني مناطق الداخلية والله الجبلية والله النائية والله، وكذلك ناخذ الجانب الأمية، إذا كانت تاخذ لي الوسائط كل الناس يعني تستعمل الوسائط، لا هذا جانب. الجانب الثاني كما تفضلتم قضية الثقة، أولا كما تفضل الأستاذ المواطن يلاحظ الإنسان، أنا مشيت للانتخاب وني نشوف الجرأة نتاعي، لأن يعني الطرق التقليدية هذه ما هي تقليدية، ولكن تعطيني واحد المعلومات، تعطيني واحد تبصر، هو أنا أنت منتخب، أنت مترشح، تنزل باش تقدم برنامجك ولا، أولا نشوف الجرأة نتاعك، هذا جانب، نشوف الشجاعة نتاعك، نشوف قوة الإقناع، اللغة نتاعك، التواصل يعني نشوف حتى في السلوكات نتاعك والحركات تاع يديك، وروح نشوف الصدق كاين ولا ما كاين صدق، ولهذا الوسائط هذه ما تعطيناش الحاجات هذه. انا وين نقنع؟ عندما نشوفك في 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 التجمع ممكن نقول صادق من خلال الملامح تاعك، من خلال السلوك تاعك، نقراك. فبالتالي هذا التواصل هذا هو لابد منه، خاصة في المجتمع اللي احنا من تقليدي المجتمع رانا مجتمع سياسي، لو دخلنا في المجتمع السياسي لابد الجوانب. ثانيا كان فيه كان استعراض للعضلات، الأحزاب ولا المترشح ينزل عنطريات باش يحاول يبرز القوة نتاعو والعرش نتاعو والموالين ليه إلى آخره، هذه كذلك تلعب دور في استقطاب او محاوله استقطاب الزرادي والوعادي. نعم، حتى هذا احنا همنا الوحيد هو استقطاب واستماله الهيئه الناخبه. أيوة. استاذ رشيد لوراري، الا ترى في انه لو نرجع قبل ايام او قبل اسابيع او قبل حتى خروج القوائم الانتخابيه، الا ترى بان جمع التوقيعات من الشكل القانوني ساهمت في استقطاب الهيئه الانتخابيه استقطاب قبلي؟ بالتأكيد، خاصة بالنسبة للقوائم، سواء قوائم المترشحين أو قوائم الأحزاب التي لم تكن قد تحصلت على 4%، فالعدد المطلوب اللي هو بالنسبة ل 250 توقيع على كل مقعد هي مهمة، تمام، وهي بالدرجة الأولى عملية تحسيس مباشر، لأنه عملية جمع التوقيعات تتم على أساس الاتصال المباشر بالناخب، يعني المترشح أو من يمثله يكون في اتصال مباشر، كأنه محك أولي. نعم، محك أولي لقياس مدى فعلا يعني جماهيرية صح هذا التعبير، هذا وانغراس هذا الشخص المترشح، طبعا من خلال طبعا القائمة، لأنه نظام الانتخاب عندنا هو على أساس القوائم،
وبالتالي في التوقيعات تقدموا باسم القائمة أو باسم مجموعة المترشحين، وهذا أول اختبار يعني ميداني بالنسبة يعني لهذا الإجراء القانوني القوة. ساهم في استقطاب أولي بالتأكيد. والمفروض من ناحية نظرية أنه مبدئيا يعني القائمة التي استطاعت أن تقدم هذا العدد المطلوب من التوقيعات يعني عندها حد أدنى من المؤهلات مضمون من الأصوات لصالحها، لكن هذا لا يكفي. هذا لا يكفي لماذا؟ لأنه انطرح السؤال طرحت قبيلات السؤال قال وشنو هي المعايير ولا المقاييس ولا الشروط ولا المفروض توفر في المترشح حتى على الأقل يقدر يتحصل على العدد المطلوب من الأصوات ويصل بالتالي بالعدد الذي ترغب فيه كل قائمة إلى هذه الهيئة الشرعية. أنا أقول للمواطن الجزائري ماهوش بسيطة أبداً، ماهوش بسيط، وما كما تسمح لي بالتعبير هذا ما تقدرش تكلخ له أبداً. ويقيم وتقييمه يعني رجل الشارع البسيط عندما يقدم تقييمه لشخص ما تكتمم في الأغلبية طبعاً، ماهوش كقاعدة مطلقة. في نوع من التمزقات على مستوى الرأي بين ما يقدمه الحزب حزب ما وما ينتظره ويتمناه الناخب. الناخب لا لماذا تسميها تمزقات؟ تمزقات في في اختيار في عملية الاختيار في احتدادها ماشي اختلافات لا في الكثير من تمزقات وجودية. نعطيك مثال، احنا مثلا يقول لك انا انتخب على الحزب الفلاني لكن جاب لي لائحة لا لانه علاش انا ولكن ما يقدرش يسمح الحزب برك هنا برك انا باش نكمل الفكرة تاع الاستاذ طيبي لانه نمط الاقتراع المعتمد عندنا اللي هو نظام الانتخاب على القائمة. المواطن وفي بعض الأحيان الناخب يجد نفسه مجبرا مجبرا على اختيار هذه القائمة دون بقية القوائم، بالرغم من أنه ربما القائمة فيها 37 واحد ربما عنده واحد ولا زوج فقط. صحيح. لذلك يعني نمط الاقتراع المعتمد في حد ذاته من قبل مؤسسة الجزائري يخلي يعني في بعض الأحيان الناخب يقبل بهذه القائمة على المدد، ليس حبا في الحزب أو في القائمة المستقلة، حبا في الحزب لكن ضد اللائحة القائمة، وإنما ما يصوتش عليها ليس ما لقاش فيها وشي عجبه، وأحيانا ربما قد يضطر لإعطاء صوته لأنه موجود شخص أو شخصين فقط. وكأنك اسمح لي أستاذ لوراري، وكأنه الأستاذ الطيبي يلغي فعالية الحزب مقارنة بالأشخاص. والله يا أستاذ هذا سؤال كبير. الآن الحزب كما نتصوره كتنظيم سياسي مقنن، والحزب كحالة اجتماعية هناك اختلافات كثيرة جدا جدا الفارق، وخاصة في الجزائر. والآن مفهوم الحزبية عندنا تراجع كثيرا لأن تجدد النخب الحزبية ما تمش، واللي تشوف كثير من قادة الأحزاب حتى المعارضة كلهم قدم، وبالتالي لي فيزاج الوجوه ما بقاتش تقدم افكار جديده، لان استاذ الانتخابات ليست تموقع في منصب او هروب من امر والاختباء في امر. الانتخابات تبني دوله وتقدم النخب اللي تتكفل بالرؤيه اللي تعطي القوه للبلاد، وهي اللي تقدم النخب اللي تمثل البلاد في الخارج وفي الداخل، وبالتالي الانتخابات ليست فسحه جماهيرية. الانتخابات هي عصب الأمم اليوم، وبالتالي بدون انتخابات، أنا أقول لك بصراحة، بدون انتخابات ذات مصداقية، وإحنا نحتاج هذا الإشكال إلى هذا الأمر ذات مصداقية في مسارها وتنظيمها لتقوية الدولة الجزائرية، ونحتاج إلى نخب برلمانية، وإحنا ناقصين بعض الشيء في هذا الأمر، نحتاج إلى نخب برلمانية لترفع لواء الأمة تاع هذه البلاد، لأن الأمة اللي ما تبنيش دولة قوية، وشوف العالم العربي شو راه صاير فيه، باش تبني القوة بالانتخابات الحقيقية وبالنخب الحقيقية، والأحزاب مفروض هي اللي تحمل من خلال مناضليها ومن خلال شوف احنا الأحزاب تاعنا ما كانش حزب عنده جريدة، كان عندنا حزب واحد كبير عنده جريدة راها توقفت، وبالتالي أنت كيش تكون حزب وأفكارك لا تصل إلى المجتمع؟ كيف تكون حزبا وقيادتك احيانا عندها مشاكل مع الراي العام؟ كيف تكون حزب وما عندكش الديمقراطيه الحزبيه الداخليه؟ وقد اذكر لك امور كثيره، ناهيك عن ما يشاع من كلام حول الامور التي لا تليق بالعمل السياسي، وبالتالي اعتقادي ان الان المجتمع الجزائري يريد، انا اعرف الجزائريين
يريد رجال يمثلوا، هذا لا شك فيه. نعم. ويريد الناس صادقين، هذا لا شك فيه. ولكن يريد برامج سي برامج الناس. البرامج منين تجي يا استاذ؟ تجي من الافكار، من منظري الاحزاب، من الذين يدرسون، اللي عندهم افق. هذه هي البرامج. نعم سي بن نح. هو هذا يقودنا تكمله للاستاذين، ويقودنا هذه قضيه المصداقيه. في بعض الاحيان حتى المترشح او الحزب يمد خطاب للمواطن على الاقل مفهوم. اليوم ممكن المواطن سبق الحزب، ايوه سبق في الفهم نتاعو ويدرك ولا القضايا. انا نعطيك يعني طرح دروك، انا ماشي للانتخابات التشريعيه والله محليه، انا كحزب ولا كقائمه حره ولا كمترشحين، شوف نظام الحكم عندنا الساعه، هل هو نظام برلماني رئاسي ولا رئاسي ولا نصف رئاسي؟ اذا كان برلماني ممكن تنافس الاحزاب على اساس كل حزب يوصل للسلطه ثم من خلال الاغلبيه. ولكن الان هذا ننتظر اجابه من الاستاذ رشيد دوراري، لان الدستور الجديد يوضح هذا الامر. اين نحن من هذا السياق اللي تكلم عليه؟ نكمل. انا مترشح، عندما نمشي بوعود او حزب نمشي بوعود المواطنين وقضايا كبيرة، ثم نمشي للبرلمان ولا المجلس الشعبي الولاية ولا المجلس الشعبي البلدي، وانا ما نوصل نلقى برنامج اخر وهو برنامج رئيس الجمهورية. ها يعني انت تقصد هناك من يتسلق باسم البرامج الكبرى باسم هكذا تقصد؟ لا درك لما تساند برنامج فيه برنامج رئيس الجمهورية، هذا واقع يعني. نعم برنامج رئيس الجمهورية هو الحل اللي يتم. هل مثلا حزب للأغلبية مش الكل، برنامج سيد رئيس الجمهورية هو للأغلبية اللي هي تساند رئيس الجمهورية، تساند أما رئيس المعارضة عندها برنامجها. لا 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 المعارضة عندها جي يقول أنا نقوم بأشياء حتى هنا أستاذ بنح، أستاذ بنح فقط لكي نأخذ الصورة بشكل واقعية، حتى أنه مع الأستاذ طيبي تكلمنا قبل قليل حول ما هي العناصر، ما هي الآليات التي يبحث عنها المواطن أو المجتمع في أيوة. المترشح صح. هذا هو اللي نريد أن نطرحه اليوم. صح. وإذا سمحت لي تفضل أستاذ طيبي، طرح قضية ربما نخالف شوية فيها. تفضل. نعم. لقى المسؤولية كلها على الأحزاب. أنا في تقديري الأحزاب تتحمل جزءا من المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية، لأن الأمور مربوطة ككل مع بعضها البعض. نسق تقصد نسق اجتماعي؟ الوضع العام. لأن السؤال المطروح، هل بالرغم من أنه يجب أن نثمن التعددية الحزبية عندنا، بالرغم من أنها تجربة يعني تعتبر فتية مقارنة بما هو موجود في مجتمعات أخرى خاصة المجتمعات الغربية، لأنه إذا كان المجتمعات الغربية وصلت الآن إلى أن الطريق الوحيد للوصول إلى حتى السلطة، حتى المجتمعات الغربية الآن عندها مشاكل أحزاب. أنا جايك هو الصندوق، هو الانتخاب لافوا والصوت، ساتني صندوق الانتخاب معناتها الصوت تاع الناخب اللي هيك عنده قيمته. صحيح. عنده قيمته، والناخب أيضا هناك وصل أو بلغ درجة أيضا معينة من التطور الوعي. ومن الرقي ومن الوعي ومن المستوى الثقافي الذي يسمح له مبدئيا بتحديد من المرشح الذي يمثله، الذي يعكس على الأقل طموحاته آمله، من الحزب الذي كذا. عندنا ما زلنا احنا رانا في طور، يعني رانا نبني، رانا في طور التجربة، ماهوش باش يعني قال نتغاضى على بعض كذا. ولذلك المسؤولية أنا أقول مشتركة ما بين الأحزاب. نعم، لأن الأحزاب هي الأدوات أو الوسائل، المفروض التربية والتكوين السياسي وإلى غير ذلك، وتبني طموحات وأمال ورغبات المواطن. ولكن في نفس الوقت، هل الأحزاب بوضعيتها الحالية بالوضع العام الموجود داخل الدولة في إمكانها أن تقوم فعلا بالدور المنوط بها قانونيا؟ هناك مجموعة من العراقيل، خليني أقول لك، التي تعترض عمل الأحزاب. ماديا وماليا هذه الأحزاب لا زالت فتية وتعاني أيضا من كذا، خاصة ولكن أستاذ الانتخابية. جماهيريا أيضا ما زال يعني لمجموعة من الاعتبارات ممكن هنا لو كان ندخلوا فيها نضيعوا، يعني جماهيريا لا زالت حتى الجماهير لا تثق كثيرا في كذا. إضافة إلى أنا معاه في فكرة أنه أيضا هذه الأحزاب التي تطالب بالديمقراطية، التي تطالب بالانتقال
للسلطة بكذا يجب أن تمارس داخلها يكلها هذا النوع من العمل الديمقراطي الذي يسمح بالتجديد، يسمح أيضا بفتح المجال لوصول العناصر التي تكون هي الأكفى كذا، لأنه فعلا كما قال وهذه أنا مع فيها بعض الأحزاب عندها 20 سنة وأكثر من اللي تأسست قياداتها لم تتغير. هذا إصلاح على مستوى الأحزاب، ولكن نصف دقيقة لأن طرح مشاكل توت لا سوسيولوجي بارتيزان لا سوسيولوجي بوليتيك حقيقة، إنما الحزب في هويته وفي جوهره هي قوة نضال وقوة تدافع وقوة تحمل وليس آلة بيروقراطية لا تأخذ الجران ريسك بوليتيك، فهمتني؟ الحزب أيضا هو أداة تجر المجتمع ناحية التغيير عن طريق ما سميت لك بالجرأة السياسية وبالبرامج البديلة وبالتضحيات القصوى. في 48 شكون كان يفكر بالبرنامج الاستقلالي؟ انطرح البرنامج الاستقلالي وطور حزب الامتيال للبي بي وبالتالي الأحزاب إذا ما طرحتش، وانت سؤالك هذا هو السبب، الأحزاب إذا ما طرحتش الأفكار القوية جدا وتتحمل مسؤوليتها في طرح هذه الأفكار، مثل ما تفضل الأستاذ نحدد بدقة فعالية المنظومة التشريعية ومنظومة. نعم هذا على مستوى أستاذ طيبي، هذا على مستوى الإصلاح الداخلي للأحزاب، ولكن موضوعنا الرئيس وهو استمالة الهيئة الناخبة. استمالة كيف ما هي العناصر كما سألتك أستاذ، ما هي العناصر والمعطيات التي يبحث عنها المجتمع؟ ما هي أولويات المواطن اليوم؟ هو أنا نظن يعني كيروح الواقع الجزائري والتجربة الجزائرية وعلاقة يعني المترشح بالمواطن أو البرلماني أو الممثل الشعب، نظن اليوم المواطن بطبيعة الحال في الظروف الراهنة هو البحث كما تفضل الأستاذ طيبي هو على إنسان اللي يحقق له الطموحات نتاعو والرغبات نتاعو، وخاصة مش يطلبوا المواطن الجزائري ما هوش داخل في برنامج وقضية استراتيجية تاع برنامج والآفاق والتنمية. نظن كان نجي فرصة أخرى نشرح الجانب أعطينا لا اليوم المواطن اللي يروح ينتخب عليه هو باش يهز له همومه، باش نكون واضحين هز له همومه. ما هي همومه يعني ما هي أولويات في الهموم؟ أيوة الوسائط، هو يتقرب له الإدارة، هو يفك له نزاعات، هو يقضي له. هذا هو المواطن، هذا اللي يبحث على الممثل نتاعو اللي يكون قريب ليه في احنا نشوف البيروقراطية، نشوف ممكن الظلم، نشوف التعسف إلى آخره. هو يحب يحتمي بإنسان يمثله يكون وسيط بينه وبين. بس هذه مهمة البرلماني أصلا. لا هو في اعتقاده، أقول في اعتقاده. نعم الآن نكمل كلام الأستاذ. الآن في المجتمعات الحديثة مثلهم إحنا عندنا ملفات وقضايا مستعصية معلق بها المجتمع ويريد لها عن طريق الممثلين في البرلمان، عن طريق التشريع، عن طريق اللجان المختصة في البرلمان، يريد لها حلولا لأنها مصيرية وليست شخصية. أعطيك مثال بعض الأمثلة حتى تفهمني. الآن الرأي العام الجزائري ما هي الشيء اللي وجعه فيه قلبه بزاف؟ المسألة التربوية في البلد، المدرسة، يريد سياسة تربوية ترفع شأن أبنائنا تعليما وأخلاقا وتربيتهم. هذا ملف، لأن المرشح لا يمثل نفسه، يمثل برنامج حزب إذا وصل للسلطة يطبقه. نعطيك ملف آخر من أهم الملفات الآن في بلادنا احنا، إلى أين احنا ماشيين في النموذج التنموي مع إشكالية وقضية البطالة الكبرى الموجودة في البلد؟ ما هي الحلول؟ ما هي مواصفات النموذج الاقتصادي اللي خلينا نكون تنافسيين ونحل مشاكل المجتمع؟ هذا ملف ثاني من أكبر الملفات، البيئة. نعطيك ملف الماء، وستكون الحروب المقبلة هي حروب الماء، وقد أنجزنا أمور رائعة في مسألة المياه. ملف السكن تقدمنا فيه كثيرا، لكن ما زال فيه أشياء تندار. وبالتالي اعتقادي أن المرشحين عندما يتناقشوا مع الشعب لازم يبينوا لهم باللي المرشح راه في الدولة، ما راهش يحل مشكلة اللي يحلها المار ولا يحلها لازم يعرف المرشح المنتخب راه في جزء من بناء دولة. ولكن السؤال البارغماتي الآن لدى المجتمع أو لدى المواطن، ماذا يكسب المواطن أستاذ لوراري لما ينتخب؟
ما هي المكاسب الواقعية؟ كاين 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 مشكل كيلكوبا، كاين قضية كيلكوبا في مكان ما، هناك مشكلة في هذا المجال. نحبوا نجاوبوا واش يحب المواطن، المواطن يحب النائب اللي يعكس الانشغالات تاعو اليومية من البسيطة هذيك توسط له إلى غاية كذا، ويجري معاه بالدرجة نقولوها يجري معاه يعاونوا باش يحل المشاكل تاعو. إلا نحوسوا على واش يحوس المواطن. طبعا هذا لا ينفي أيضا أنه هذا اللي يمثله لازم يكون نظيف كما يقولوا بالدرجة، يكون راجل يعني تاع المواقف، عندما ياخذ موقف يستلزم باش ياخذ موقف ياخذ موقف. هذا واش يحوس المواطن، رجل الشارع البسيط يعني الناخبة. لكن الإشكال اللي مطروح، هل من خلال الممارسة ومن خلال أيضا النظام الموجود عندنا، هل هذا النائب لغدوة فرضا راه تم اختياره يستطيع أن يعكس هذه الانشغالات من خلال وجوده في الهيئة التشريعية؟ هنا تنطرح إشكالية واحدة أخرى اللي هي طبيعة النظام، سامحني، طبيعة النظام كاين لو كونترول السياسي الموجود. أولا في مجال التشريع لمعالجة مختلف هذه القضايا، واثنين في مجال المراقبة، قيام المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان بدور الرقابة على الهيئات التنفيذية. هل المجلس الحالي هل السلطة التشريعية، خليني نقول هكذا، السلطة التشريعية بمجلسها مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني قانونيا ودستوريا بإمكانهم أن يقوموا بهذه المهمة على أكمل وجه، وبالتالي غدوة يقدموا الحصيلة كهيئة وطنية لمجموعة أفراد الشعب، خاصة في مجال رقابة السلطة التنفيذية؟ الإشكال الكبير هو هنا، في مدى التزام وقيام الهيئة التنفيذية بالمهام الموجودة. وهذه من بنود الدستور الجديد سي سيبرالي، وهذه داخلة ضمن بنود الدستور الجديد. الدستور كنص قانوني تشريعي، كنص دستوري أساسي قدم لنا العديد خاصة بعد المراجعة الأخيرة. وفي إمكاننا نقول غدوة البرلمان إذا كان خرج برلمان صح في المستوى وبرلمان قوي وبرلمان يعني فعلا يسهر على القيام بدوره، لأن المشكلة اللي عندنا دائما هي في الأشخاص الذين يصلون، هل هم في مستوى هذه المهمة، في مستوى طموحات وأمال التي علق عليهم الناخب أم لا، هل يقومون فعلا بدورهم أم لا، أم أنه بمجرد انتخابهم وعلى النتائج النهائية وبث المجلس الدستوري في هذه كذا والتنصيب الرسمي لهذه الهيئة. نعم، كيف يضمن المواطن سي طيبي، لأن الحلقة الأساس دائما هي المواطن هي الناخب، كيف يضمن على أن العرس لا يكون يوم فقط وبعدها ينتهي كل شيء، وخمس سنوات حتى النائب لا يعود حتى إلى بلدته أو حتى إلى قريته؟ لا، شوف المسألة ليس أن يعود أو لا يعود، المسألة هي كما تفضل الأستاذ هو أن الفكر العمل النيابي هو عمل فكري ويعتمد على الكفاءات القطاعية. فأنت تكون في لجنة النقل إذا ما تعرفش الملفات الحقيقية تاع هذه اللجنة هذه، تاع هذا القطاع، تعرفها علميا تقنيا تكون دراسات استثماريا وتقدم دراسات مضبوطة، ما تقدش تشرح. مستحيل. أقول لك أنا كنت في اللجنة القانونية أربع سنوات في اللجنة القانونية، وعندي تجربة كيف العلم التشريعي في القطاعات الكبرى لازم تكون متوفرة. إذا ما كانش عندك هذه الأمور، النائب أنا معك قد يقوم بمساعدة المنتخبين ويصاحبهم في القضايا التي لا يستطيعون حلها قدر ما يستطيع، لكن ليست له صلاحيات أن يكون له سلطة فوق الوالي أو فوق رئيس البلدية، ما عندوش، عنده فقط أنه يكتب أو يدير تقرير، وإذا حشم منه الوزير يحل المشكلة، إذا ما حشمش منه ما يحلوش. وبالتالي اعتقادي أن لكن أستاذي تسمح لي، ولكن هذا يدخل ضمن المساءلات وهذه كذلك ضمن موجودة إطار دور، لأنه الهيئة هذا الإصلاحات الجديدة في الدستور موجودة، هذا دور رقابي على الهيئة التنفيذية. الوالي خاضع لوزير الداخلية، رئيس الدائرة خاضع للوالي. لو البرلمان يقوم بدوره الحقيقي في مجال رقابة السلطة التنفيذية، قال طيب أنا منحتك الثقة، هذه السلطة التنفيذية لا تستطيع مباشرة مهامها إلا بعد حصولها على تكتل البرلمان، ومنحتك الثقة على أساس برنامج بغض النظر برنامج رئيس الجمهورية، المهم هو برنامج الأغلبية. تعال صديقي العزيز أيها المسؤول عن كذا كذا، بعد فترة زمنية معينة
نديروا نقيموا وين وصلنا في تطبيق هذا البرنامج الذي على أساسه تم منحك الثقة لكي تحكم. السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية يعيشان نوع من المد والجزر، وحتى التموقعات واستراتيجية كل طرف على حساب طرف آخر، وهذا التكوين الذي يجب أن نسير عليه إلى أن نصل بأن تتضح وتكتمل الوظائف والمهام للتشريع أين يتوقف وللتنفيذ أين يتوقف. نحن في هذا المسار لازلنا لم نصل إلى ذلك النضج. وكأنه هذه الوظائف لم يحددها الدستور محددة دستوريا. دعني أقول لك، أنا أخالف الأستاذ في شيء بسيط. عندما نرجع للدستور نلقى بأنه مهام السلطة التشريعية واضحة، سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة. تكلم عن الممارسات، مش تكلم على النصوص. الممارسات من الهيئتين، من الجهتين. أيوة. دعني أقول لك أنه الهيئة التشريعية مع الهيئة التنفيذية متواطئتين، والهيئة التنفيذية متواطئة مع الهيئة التشريعية. لما يكون واضحة الأمور. سلطة الرقابة تواطؤ من حيث القانون أو من حيث سلطة الأشخاص؟ لا، من حيث النفوذ، من حيث المعايشة اليومية، من حيث العلاقات يعني اليومية. أردنا شرح قانوني، لا يمكن دستوريا قانونيا. رائعة. احنا ما دم خلينا ما نرجعش لطبيعة النظام، هو نظام برلماني. احنا جمع نظام شبه رئاسي، خدينا من نظام البرلماني وخدينا من نظام رئاسي وخدينا من نظام شبه رئاسي. معليش تجربة. على كل حال دائما احنا لما نجيو حتى نقيموا النظام السياسي الجزائري في الطلبة نقولوا لهم هو نظام من نوع خاص. كيف من نوع خاص؟ يعني فيه مجموعة من الآليات وكذا اللي تحكم العلاقة وتحدد المهام، ربما نجدها في مجموعة من الأنظمة، وبالتالي ما نقدرش نقيمه هو نظام برلماني. كنظام هو نظام رئاسي، شبه رئاسي. هذا المتفق عليه بين يعني فقهاء القانون الدستوري. لكن انا نقول السلطه التشريعيه عندها مهام، عندها صلاحيات، عليها ان تمارس هذه المهام سواء في مجال التشريع. خليني ندير برك الاستاذ، وانا كان عضو لجنه تشريعيه، يقدر يقول لي خلال 5 سنوات كم مشروع قانون تمت المبادرة به من طرف البرلمان. سؤال مجهل. وكم من قانوني جاء باقتراح من السلطة التنفيذية؟ في الدستور القديم، بالرغم من أنه يا أخي الدستور يمنحكم والنظام الداخلي يمنح حق المبادرة باقتراح مشروع قانون، كانت فيه مبادرات وخاصة من المعارضة، ونوقشت بعض القوانين، إنما معظم القوانين التي ناقشناها كانت من اقتراح الحكومة، وهذا ليس فيه عيب في التشريع. لا، أنا لا أطرح كذا، إنما ما أقول النائب شوف الدستور الحالي الجديد الموسع، لاحظنا احنا في يعزز من المكاسب والصلاحيات، يعزز ويوسع ويعطي قوة الاقتراح ومقننة بسرعتها وزمانها للبرلمان الآن. نعم. أنا نعم. في الدستور الجديد هذا صحيح. وإنما أنا قلت لك الصراع، اختلاف المواقع بين التنفيذي والتشريعي في بلدنا تحتاج إلى كثير من التطوير لتتحدد المسؤوليات، حتى ما يبقاش يقول لك البرلمان ما قامش بواجبه ولا الحكومة تقول لك الحكومة ما قامش بواجبها. لازلنا نحتاج إلى كثير من المجهود حتى في التشريع، حتى في تحديد تدقيق المهام، سيبون نحا. المسألة تقتضي أن البرلماني هو ليس بمنصب بقدر ما هو مشرع ذو مسؤولية عالية. نعم صحيح. لذلك يدرك المجتمع هذه الأهمية. هو ما يجب أن يكون هذا هو درك. إذا كان نمشيو على التطلعات والتحديات، لابد دور الأحزاب تكون مناضلين تاعها باش توصلهم لهاد القيادة هذه، لأن المهام تاعهم كما تفضل الأستاذ مهام يعني تحديات كبيرة. هذا الجانب. شوف مثلا في بريطانيا، هذا النقص هذا نتاع ربما الأحزاب ما تافيش باش توصل يعني العدد الكافي، وربما يكون ما فيش اختصاصيين وناس متخصصين يستعينوا بالتعيينات، اسمهم الخبراء. يعني جوز راح يكون من الخبراء. علاش؟ كما تفضل الأستاذ طيبي، باش نرتقي بالمؤسسة هذيك إلى مستوى طرح القضايا، أمهات القضايا. لكن سوسيولوجيكمون بارلو، اجتماعيا، الواقع اللي كان تفضل الأستاذ لوراي، المواطن باش نكون واضحين، امشي للحملة ودير حملة وتكلم على مفهوم التربية وقضية الاستراتيجية كما تقول تاع النقل وكذا، ما يفهمهاش المواطن. المواطن
حتى الحزب اليوم يفتقر للقضايا. ولكن أنا أقف معك في هذه النقطة. لما نتكلم عن الحزب، ألا ترى بأنه هذا العدد الكبير من الأحزاب وشساعة العدد المترشحين الأحرار ألا يعطي فرصة للمترشح في حد ذاته وحتى للناخب بأن يختار من عدد كبير؟ هذه فرص يعني. الفكرة مهمة جدا الآن في الانتخابات. إحنا الآن مع الإخوان الزملاء شرحنا الإشكالية التشريعية والانتخابية الآن في الانتخابات هذا الموجودة الآن اللي غادي ندخلوها، بغض النظر عن نقائصنا وأخطائنا، الآن مشاركة المواطنين في الخيار كبيرة وواسعة. يعني أنت تفضلت بالسؤال، المشاركة لا تعني بالضرورة أنك أنت تشارك باش تكون مع فلان ولا تكون ضد فلان. المشاركة الآن هي خيار وطني، لأن اللي ما يشاركش النتيجة نتاعها شوية هو أن الذين لا يستحقون أن يصلوا إلى البرلمان سيصلون. يعني كثير نقول لك أنا ذيك اللائحة ما ننتخبهاش وما ننتخبش لأن ما لقيتش. كيما يمشيش يصوت هو في ذاك، هو تعبير في حد ذاته، هو تعبير. كيما يصوتش اللائحة اللي راها تشتغل وهي ما تستحقش تكون في التشريع تطلع. وبالتالي الآن في البلد المواطنين لازم بقدر ما أن عندهم الحق يختاروا أي لائحة أي قائمة، عندهم حقهم الدستوري هذا، إنما المشاركة الآن هي اللي ممكن ترفع إذا كانت نوعية واعية ترفع من البرلمان، وحتى نقول لك تقف أمام الحالات السيئة التي تسيء البرلمان. نعم سي لورالي، ممكن في كلمة أخيرة؟ الحملة الانتخابية على الأبواب في 9 من الشهر المقبل، ما هي الحدود والضوابط التي تضبط هذه الحملة الانتخابية حتى لا تغيب التوجهات وتحدث الاختلافات، والحقل نضمن حق المترشح ونضمن حق الناخب؟ إذا رجعنا لقانون الانتخابات واضح يحدد لنا ما هي المعالم التي يجب على القائمين بهذه الحملة الانتخابية التقيد بها. عنده برنامج المترشح إذا كان في قائمة حرة أو برنامج الحزب. وفي جميع الأحوال مهما كانت هذه الحملة الانتخابية ومهما كان الخطاب الانتخابي، المفروض أن هذا الخطاب هذا يرقى إلى مستوى أخلاقي وقانوني ودستوري ووطني إن شئت. فهمتني؟ لماذا؟ لأنه العملية هي عبارة عن عملية تنافسية طبيعية عادية في مجتمع نام وينمو في تجربة تعددية مقارنة بما هو موجود في دول أخرى تعتبر فتية. يعني كاين دول قرون باش بنات تجربتها الديمقراطية وكذا، احنا يعني مدة قصيرة طبعا بالطبيعة الجزائرية، ساتني بطبيعة جزائرية وأيضا ببعض احيانا الخفقان في هذه التجربة. ولكن ولكن مهما يكون الاهم هو بناء مؤسسات ديمقراطية. نعم المواطن انا نظن عنده 940 تقريبا قائمة يختار من المترشحين، له حرية الاختيار. ولذلك انا نقول على المواطن ان لا يقف موقفا سلبي. نعم صحيح. فهذه مسؤولية امام نفسه، امام ضميره، وامام المجتمع. عليه ان يدلي بصوته حتى ولو كان بورقة بيضاء. أنا من أنصار أنه المواطن لازم يبين وجوده، لازم يقول أنا هنا، يختار. قد هناك إشكال وبعض تشكيكات وبعض كذا في مدى كذا 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 كذا، ما يهمنيش أنا، ما يهمنيش. أنا نقول قلتها في مرة في البلاطو هذا، بلي كاين آليات على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها، على ممثلي القوائم الحرة أن يتحملوا مسؤوليتهم، وعلى الدولة أيضا من خلال مؤسساتها من خلال أعوانها أيضا أن تكون في مستوى هذه التحدي. أستاذ وهو ما التحدي المطروح، وأرفقك في الحديث، وهو ما جاء في وزارة الاتصال التي وجهت ميثاق بالمناسبة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة، وذلك لضبط نوع من الشفافية والحياد وتغطية عادلة ومنصفة لكامل الأحزاب من خلال القنوات الخمسة المعتمدة ومن خلال المؤسسات التلفزيوني والإذاعة الرسمية. فهذا نوع من الضمان لسيرورة مسار والتطوير أداء الدولة، لأن الانتخابات هو عمل دولة. وبالتالي كل ما تطور، كل ما أقنعنا العالم بأحنا دولة ديمقراطية، مش غير بالكلام، بالآليات القانونية وبالآليات التقنية نفس الشيء. نعم سي طيبي، المواطن الآن
ينتظر أن ينتخب، ولكن كيف نضمن ذلك التواصل بينه وبين من انتخبه أو المترشح الذي جاءه يوم وأخذ صوته؟ كيف نضبط هذه العلاقة البينية بينه وبين الناخب؟ هو بتعرف أن كل برلماني عنده مقر في الولاية نتاعه، والبرلماني اللي ينتخبه الناس عندهم كلهم يعرفوه وقادرين يتصلوا به في أي وقت. وعلى فكرة البرلماني يقول لك يبدل الهاتف لا لا لا، هذا لا غير، أنا لا أعرف ذلك. وأنزيدك أخرى، أن البرلماني أحيانا يجي تليفونات من كل الجزائر، ما تجيش فقط من الدائرة الانتخابية تأتي على نعم وطنيا يعني. وبالتالي إنما شوف نقول لك، لأن طرحت لي هذه الفكرة مهمة من كثير، أن سلطة البرلماني عندنا تحولت إلى سلطة وساطة وليست إلى سلطة برلماني يؤثر وله وزنه في أمور الحق وليس في أمور الواسطة. كاين الوساطة والواسطة. مثلا البرلمان إذا تدخل لمصلحة واحد سكن، وهذاك السكن كاين واحد أجدر منه باش يديه، راه ما كانش عادل. وبالتالي حتى التدخلات هذه لازم تكون بنية على عدل وعلى إنصاف، حتى ما يسمحش البرلماني يدير وساطة، بل يكون يقوم بالمسائل الحرجة. لأن مجتمعنا ليس بريئاً 100% وليس مجتمع ملائكة، حتى المجتمع عندهم استراتيجية الناس وعندهم أدوات العمل لتحقيق المآرب والمقاصد. وبالتالي هي عملية معقدة، إنما الأساس هو أن يبقى النائب عادل ومجرد في سلوكه وطيب في كلامه وقريب من الناس، لأنه هو ضمانة وقويم في سلوكه. قويم في سلوكه. نعم. هناك كثير من الملاحظ أنه أو المجتمع الآن يلحظ وكأنه بعض النمطية المتداولة على كثير من الأحزاب. ما هو المعيار الحقيقي لكي يميز الناخب بين من هو أصلح؟ بغض النظر عن الواقع المحلي، مثلا حتى العرش او اشياء اخرى، هل فيه معيار حقيقي لان يختار به الناخب المترشح؟ والله شوف، يعني اذا كان بسط الامور، المواطن العادي انك تمشي ليه كي تروج له سلعه وتطلب منه باش يعطيك هذا السلطه ويعطيك هذه العهده، كون صادق معه. الصدق هو الاساس في الجانب الأول. ثانيا هي قضية الالتزام، نلتزم بقدر الإمكانية تاعي وما يتيح لي القانون واللي نقد عليه ونقدر عليه. ثالث شيء ما نديرش الوعود نمشي، لأن نشوف كثير بعض الأحزاب وبعض المترشحين يمشي يدير وعود جنة كما يقولوا بالتعبير الشعبي، جنة أحيانا الكذب السياسي، الكذب السياسي أو يعني يعطي واحد الأمل هكذا كبير للناس، وكل بلاصة يمشي لها يقول ندير لكم. لكن هو نهار يمشي، وهذه هي القاطعة وهذا هو المشكل، نهار يمشي يعني يوجد أمام يعني عائق، أمام عدم يعني تحقيق هذه الرغبات، يولي يهرب أو يولي ينكمش على نفسه، والله يولي قاطع النفس. نعم. وهنا تصبح المصداقية. أنا نظن خطاب واقعي وقضية الاحتكاك بالناس ونهز همومهم أو نطرح الانشغالات تاعهم، قال احنا معاكم نمشيو نطرحوا هذه القضايا ونناقشوا هذه اللي تهم، كما تكلمنا على الصحة. نعم. تكلمنا على الماء، تكلمنا على البيئة. نعم. على التربية، تكلمنا على الشباب. قال نحاول بقدر الإمكان ان يعني القضايا هذه نعالجوها ونقدموها ونوقعوها. نعم. نعم. سي طيبي، هذا كافي. سي طيبي، حتى نربط هذا التحليل، الى اي مدى تسهم المشاركه بقوه او المشاركه الواسعه في تحصين النائب وفي بناء مؤسسات الدوله ومن بينها البرلمان؟ مشاركه المواطنين اولا تعني ارتفاع ثقافه المواطنه، لان الفعل الانتخابي هو فعل يحيل إلى قيمة المواطنة، وعندما ترتفع قيمة المواطنة إذا ارتفعت عندنا العلاقة مع الدولة تكون نوعية ما تكونش شعبوية، وبالتالي الشعب تكون عنده أدوات المراقبة، ليس فقط للبرلماني عن طريق السانكسيون إلكتورال، لكن أيضا مراقبة الأداء الحكومي. وبالتالي اعتقادي أن دخول الانتخابات بقوة هو تسجيل حضور وتأكيد قوة مجتمع ورغبته في بناء الدولة. نعم. وليس في تفككها. ومن الناحية القانونية ماذا تسهم القوى لما تكون كبيرة في المجتمع؟ نظن كلما كانت نسبة المشاركة مرتفعة كلما زاد ذلك في إضفاء مصداقية على هذه الهيئات التشريعية. نعم. واحد. اثنين،
كلما كانت هذه الهيئة التشريعية تتمتع بمصداقية كلما ساهم ذلك في قيامها بدورها كاملا. شكرا ولا لك. فقط فكرة على البرلمان أو أعضاء البرلمان أن يسترجعوا مهامهم واختصاصاتهم الممنوحة لهم دستوريا وقانونيا. ستان كومبا. ولكن معركة يجب على البرلمانيين المقبلين نعم أن يخوضوا طبعا في إطار قوانين الجمهورية وفي إطار ضمان الانسجام والتكامل. نعم. شكرا لك أستاذ الوراري. شكرا لكم أساتذتي الكرام، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء في هذه الحلقة التي ناقشنا فيها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية. إلى الملتقى.